أهلا بكم إلى فقرة أنا أرى المخصصة حاليا لمتابعة الحدث اليمني بكاميراتكم، حيث نبث مقاطع الفيديو التي يشاركنا بها المواطنون الصحفيون من كافة أنحاء اليمن من خلال هواتفهم عبر تطبيق أنا أرى على صفحة العربية نت. البداية مع هذا الفيديو الذي وصلنا من أحد المستخدمين لتطبيق أنا أرى، يظهر انفجار أحد أنابيب المياه في عدن. فيديو آخر وصلنا اليوم أيضا يظهر احتراق عدد من الشاحنات المخصصة لنقل الدقيق في مديرية حيس بعد أن استهدفتها ميليشيات الحوثي. في سياق نقص الإمدادات الذي تعاني منه مناطق اليمن، وصلتنا العديد من الصور التي توضح نقص الماء والغاز والمواد الغذائية، منها هذه الصورة التي التقطت في محافظة الحديدة وتوضح الأزمة الخانقة التي يواجهها اليمنيون في المشتقات النفطية. نبقى في نقص الإمدادات أيضا، ولكن هذه المرة إلى شح المواد الغذائية، وهذه الصورة تظهر تزاحم اليمنيين للحصول على المواد الغذائية الأساسية. ويبدو أن الظروف المعيشية الصعبة لم تمنع اليمنيين من القيام بمبادرات كحملة النظافة هذه التي قام بها شباب الأحياء في عدن من أجل تنظيف شوارع الأحياء. أيضا في الحديدة التقطت هذه الصورة لنساء وأطفال يحملون صورا للملك سلمان تأييدا لعاصفة الحزم. أما في صنعاء فقد قرر الفلاحون شكر الملك سلمان بطريقتهم الخاصة بكتابة رسالة له على أرضهم. الختام مع هذه الصورة المرسلة من عدن والتي عنونت الحوثيون يلغمون الشوارع قبل انسحابهم. بالعودة إلى الفيديوهات أيضا، وصلنا هذا الفيديو الذي يظهر احتراق أحد المنازل في عدن بعد أن استهدفته ميليشيا الحوثي وصالح. تمام. والختام مع هذا الفيديو الذي يظهر تسلل أفراد من الميليشيات الحوثية إلى عدن. في ختام أنا أرى أن أذكركم إذا كنتم في اليمن بإمكانكم المساهمة في نقل ما يدور حولكم من خلال تحميل تطبيق أنا أرى المخصص لنظام أندرويد من خلال زيارتكم لمتجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى الموضحة على شاشة العربية .net/أنا-أرى. وإذا كانت المشاركة صالحة يمكنكم رؤيتها من خلال صفحة أنا أرى، وقد تبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث في فقرة أنا أرى.